سوزا، أول حاجة أرحب فيك في صدى الملاعب بعد عودتك من تركيا. Gracias. شكرا جزيلا لكم. منذ عودتنا وسعادتي كبيرة، خاصة بعد حصولي على مولود جديد ثم بفوزنا في أول جولتين بعد فترة توقف طويلة. الانتصارات تأكيد على أن الفريق يمضي بشكل جيد، وهو ما يضيف سعادة أكبر على أجواء الفريق، خاصة وأننا قدمنا أداء جيدا في كلتيهما. لعب الكرة عالية، حسين عبد الغني طويل، هذا يوصل الخطيرة أمام الجول، أمام الجول، أمام الجول، عمر السومة. مباريات الديربي دائما ما تكون صعبة وقوية، هذا الشيء عالمي وليس فقط في المملكة. المباراة كانت قوية أمام فريق بحاجة للنقاط، لكن تركيزنا كان كبيرا طوال الدقائق. تعاملنا مع المباراة بالشكل الصحيح ولعبنا كفريق، وهو ما جعلنا نحقق المطلوب والفوز. تقدم الآن عبد العزيز العناني مع أول كرة، تسديدة، الله، غيرت الاتجاه، غيرت الاتجاه. عبد العزيز العرياني لعب كرة جميلة لكن قدم سوزا. كيف تشوف عودة الدوري؟ عودة الدوري بعد الانقطاع. من المهم جدا هذه العودة لجميع اللاعبين وجميع المتابعين لكرة القدم في البرازيل، في كافة أرجاء العالم. الناس تحب كرة القدم، انتظرت بفارغ الصبر العودة، لكن يجب أن تكون هذه العودة بحذر. نحن كلاعبين هذا عملنا وهذا ما انتظرناه طويلا. هذه العودة مختلفة عما مضى، لكن كما قلت سابقا يجب أن نبقى حذرين في ظل هذه الجائحة. عبد الفتاح لعب الكرة، لعبة بالراس جميلة عالية لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. ليش تأخرت عودته؟ سمعنا بعض الإشاعات كثير، أوكي؟ نبغى نعرف ليش تأخرت عودته؟ وهل فعلا كان بسبب أنت بوكي استحقكم كورونا؟ إنه كومبريندي؟ بالتأكيد ليس هذا هو السبب، إنما هو فيروس كورونا. لقد أصبت بفيروس كورونا أثناء تواجدي في البرازيل وقبل مجيئي إلى هنا. كانت النتيجة سلبية في البداية، وهو ما سمح لي بالدخول للمملكة، لكن بعد وصولي أجريت اختبارا جديدا وجاءت النتيجة إيجابية. لا أعرف ماذا حصل، لكني قمت مجددا باختبار جديد أظهر نتيجة سلبية. هذا هو سبب تأخري، إنه فيروس كورونا. هلا لا شك دوخنا الكورونا، بس صلكم ساعة عم تحكون.